الشبهة دار علم. فلو ما تعبت وقريت وتعبت وبتقرا وتراجع وتحفظ وتسمع ما حترد على شبهات ابدا ابدا. واصعب علم انك ترد على الشبهات. عشان كده الامام السعدي رحمه الله في مقدمه تفسيره، تفسير السعدي المعروف عندكم، ذكر عباره قويه. قال يعني ومن الاشياء التي ركز عليها القران الرد على اهل البدع ومناظرتهم. قال وهذا باب لا يستطيعه الا الخواص من العلماء الربانيين. ده باب صعب، لانه انت الخصم ده ما اعرف اجيب لك هاته شبهه صح ولا ما صح. حتى لو حافظ شبهاته يمكن تمشي دار تواجه يقوم يطلع لك شنو؟ شبهات جديده. فده موضوع صعب. ومع العلم كونك تكون متعلم الكتاب والسنه والرد على الشبهات وكده، لابد تكون مستعد تراجع. مثلا عندك كلام عن الشيوعيين، لابد تراجع كتبهم كلها تشوف الحاصل شنو. وما ننصح احد بقراءه كتب اهل البدع، حرام تقراها الا لمن تخصص في ذلك اذا دعت الحاجه اليه. عندك محاضره عنه لابد ترجع لكتبهم. نمره اثنين، لابد ان تكون ذكيا حاضر البديهه. لابد يكون عندك ذكاء غير العلم، يكون عندك شنو؟ فطنه وسريع البديهه زي ما بيقولوا الناس. ويحكى في سرعه البديهه، شيخ الالباني جاء رجل وقال له انا بعلم الغيب صوفي، يدعي الرجل انه يعلم الغيب. الشيخ الالباني قال له اريد ان اسالك سؤالا، لانه قال داري نظر الشيخ. فقال ما هو السؤال؟ قال سبحان الله تعلم الغيب ولا تعلم سؤالي، اذهب. الموضوع انتهى. فدي سرعه بديهه وذكاء من الشيخ الالباني. فغير العلم لابد يكون عندك شنو؟ ذكاء. احيانا الخصم ده بيقول كلمه يكون فيها نسف باطله كله، كلمه واحده بس. انت لابد تكون منتبه، تكون ذكي.